ولا يا استاذ فتحي، عملت ايه النهارده في جنينه الاورمان من اعمال صيانه واصلاح وتهذيب؟ احنا بنحاول نرجعها الى مكانه عليه. مبدئيا ان احنا عملنا تقرير قبل كده مصور عن الحاله اللي وصلت الى الحديقه بعد فضل الاعتصام. جينا النهارده الصبح وكان معانا شواكيش، كنا بنكسر الحمامات اللي اتبنت مخالفه جوه الحديقه، الى جانب ان احنا كان عندنا الاوضه اللي باينه قدامنا ورا في الصوره. الاوضه دي كان مكتوب عليها حاجات كتير مش حلوه، بدانا عليها بالدهانات بنغطيها، وبكره ان شاء الله هندي لها وش تاني. بنحاول ان احنا نخليها مظهر حضاري في مدخل الحديقه. تمام، عملتوا حاجه تاني غير الكلام ده؟ في ثلاث غرف بتوع العمال اللي هي بيبيعوا فيهم التذاكر، في غرفتين امبارح قفلناهم كهرباء محاره، والنهارده العمال اشتغلوا فيهم بالدهانات، وبكره يدوا لها الوش التاني. وفي الغرفه الاخيره. طب ما هتيجي نشوف الكلام ده؟ يلا نشوف الكلام. في جوه هنا حمامات مبنيه مخالفه، حوالي 22 حمام دخلنا بالشواكيش وكسرناها ونزلناها على الارض، وبالعربيات بتاعه الحي واللودر اترفعت ما بقاش فيه حمامات، ورجعت التربه الى مكانها العادي. انا ماليش دعوه بقسم النباتات، بس ان انا صورت النباتات تعرضت لايه وايه اللي حصل لها. تمام، عملت تقرير. المسؤولين بتوع وزاره الزراعه، كان موجود وكيل اول وزاره الزراعه، كان موجود جهاز التنسيق الحضاري، كان موجود محافظه الجيزه، كان موجود الحي بتاع الجيزه، كان موجود معانا وزاره البيئه، فبالتالي ده دورهم. احنا ما علينا غير ان احنا بنسلط الضوء على هذا الامر، بنقول للناس ادي اللي حصل وادي اللي كان. اللي نقدر نعمله كمنظمات مجتمع مدني وكشباب اللي هو التكسير شويه الدهانات، لكن الشغل طبعا ده محتاج خبره ومحتاج سنين ومحتاج عمل اللي يقدر يقوم عليه الجهات المعنيه. احنا لمينا جزء منها، واداره الحديقه ساعدت معانا بجزء منها، وكانوا موزعين في اكتر من مكان. قدرنا النهارده ان احنا نخلي العمال يجمعوها في مكان واحد، والحي بتاع الجيزه هيجي بكره ان شاء الله ان هو يرفع كل المخلفات ديت في الاكتر من عربيه واكتر من لودر، وطبعا احنا هنبقى موجودين تاني بكره علشان نتاكد من رفع المخلفات ديت ان هي تتشال، وان احنا مش عاوزين اي زباله جوه الحديقه، عاوزين نرجعها نظيفه. الباب ده كان باب الحديقه اللي موجود اثناء الاعصاب، طبعا اتكسر واتبهدل، فبيحاولوا يستخدموه للدفاع عن الحديقه، مخيل ليهم ان هم يقدروا وده يبقى ساتر ليهم. طبعا دمروا الباب ودمروا الغرفه ديت من جوه، كانت مدمره. احنا جبنا عمال محاره وجبنا عمال كهرباء، عملوا الكهرباء بتاعتها من جوه وعملوا المحاره، ثم جبنا النهارده الدهانات المقدمه هي من سكيل، بدانا ندهن بيها. السقف هيتعمل بكره، وهي خدت وش اول النهارده، بكره هتتقفل ان شاء الله وتركب البنطه بتاعت الكهرباء هنا. وجبنا باب ركبناه بدل الباب اللي اتدمر بره، فبالتالي بحيث ان احنا نقدر نخليها الى مكانه. وظبطنا الاطار الخارجي بتاعها بتاع الشبابيك يعني. تمام، شاكرين جدا، شكرا لحضرتك.